السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الربيع المتوسط، ان شاء الله راكم ملاح، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. معكم استاذ قسوم كالعادة ليكيب، رانا رايحين بكل قوة البيان 2023. في هذا الفيديو ان شاء الله جبنا لكم نموذج مقترح بقوة في شهادة التعليم المتوسط ومقترح بقوة في الامتحان التجريبي. ما تنسوش بداية تدعموا المقطع بزر الاعجاب، اللي راكم جديد معنا في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، هكذا ان شاء الله باش توصل الفيديوهات هذه بزاف تلاميذ. وما تنسوش البارطاج ليكيب، البارطاج هذا الوقت كاين بزاف، قلنا تلاميذ راهم تايهين في الماده، راهم مدرين. شكون يقدر يوصل لهم القناه؟ البارطاج تاعكم هو اللي يقدر يوصل لهم القناه، واخباركم بالزملاء اللي تقراو معاهم هو كذلك يوصل لهم لهذه القناه ويستفادوا منها ان شاء الله كما استفادوا نتوما. وان شاء الله نهايه السنه كامل تفرحوا لنا الوالدين. دير في بالك باللي البيام حاجه سهله، وماده التاريخ والجغرافيا ثاني حاجه سهله، كي تتبع مليح هذه الفيديوهات راح تجيب علامات ممتازه. تلاميذي مازال ما تشوفوناش فيسبوك استاذ قسوم شعيب، لما زلنا تبغيناش انستغرام بروف شعيب قسوم، يلا نبداو على بركة الله. باسي باسي وقرايه الاستاذ قسوم في راسي، باسي باسي نجيب البيام هذا العام ونخرج في الصيف ديبلاسي. نبداو مع جزء التاريخ ليكيب. الوضعية الاولى، رتب الاحداث الاتية حسب تسلسلها الزمني. دير في بالك بلي دايما في البيام الوضعية الاولى يعطي لك احداث ويقول لك رتبها حسب تسلسلها الزمني، يعني ترتبها شكون الحدث الاول الثاني الثالث الرابع، وزيد تحط لهم الازمنة الخاصة بهم، وتعودنا على هذا الامر في المقترحات السابقة. عندك اندلاع ثورة تحريرية، قانون التجنيد الإجباري، معاهدة تافنة، تأسيس حزب الشعب. غتشوف يجيب لك أمور مهمة وباينة وكامل قرينا عليها وجزنا عليها وما كاش حاجة صعيبة لي. كيف؟ شوف أول حدث اندلاع ثورة، لا أو قريب شوية، تجنيد الإجباري 1912، معاهدة تافنة 1800، تأسيس حزب الشعب 1900. واش نبداو؟ أول حدث يجي من أصغر سنة إلى أكبر سنة هو معاهدة التافنة. نروحوا قدامها نديروا مربع نكتبوا واحد، يعني انت تكون في ورقه في الامتحان تروح تحطها هي الاولى هنا باش ما نبقاوش نمحيو. معاهده تافنة وين تصرات؟ 30 ماي 1837. هذه المعاهده داروها الفرنسيين جنرال بيجو مع الامير عبد القادر، بحيث تعتبر هذه المعاهده عباره عن معاهده هدنه او صلح، يعني ايقاف الحرب، بحيث هذه المعاهده ليكيب قضت على مقاومتين امير عبد القادر واحمد باي في الشرق الجزائري. نروحوا ليكيب الى ثاني حدث واللي هو قانون التجنيد الاجباري. راح نديرو اثنين لهنا، وين تصرا قانون التجنيد الاجباري 1912 بالتحديد 3 فيفري. روحوا ليكيب الى ثالث حدث وحاجه ما دخلناها ان شاء الله، اللي هو تاسيس حزب الشعب. وين تاسس حزب الشعب اللي هو اهم حزب في الاتجاه الاستقلالي؟ اسس في 11 مارس 1937. ليك لهنا معاهده تافنة 1837 وحزب الشعب تزيد له قرن 1937. هكذا ليكيب حاجه ما تخلعنا، كل سهل باذن الله. اندلاع ثوره تحريريه نديروه رابع حدث. اندلاع ثوره باين باللي احنا جزائريين، روح سقسي واحد من الابتدائي يعرف اندلاع ثوره باللي اول نوفمبر 1954. اول نوفمبر 1954 وراني كملت الاجابه على الوضعيه الاولى، وراني ديت 2 نقاط بالبارد، ما تعبت ما والو، ركزت على بعض الاحداث اللي كنت مكتسبها، حطيت التواريخ تاعها وبصحتي نقطتين. يلا ليكيب نروحوا لثاني وضعيه. صنف العبارات الاتيه حسب الجدول. واش مثلك في الجدول؟ مثلك ابرز الاتجاهات التي مثلت الحركه الوطنيه، اللي هي الاتجاه الاصلاحي، الادماجي، الاستقلالي. وعطاك العبارات لهنا قال لك صنفها حسب مطالب الاتجاهات. روحوا نشوفوا اول مطلب اللي هو اجلاء القوات الفرنسيه من الجزائر. قبل ما تصنف هذه العباره لازم تفهم اول كلمه من هل هي اجلاء. واش معناتها اجلاء؟ طرد الفرنسيين من الجزائر. شكون اللي كان يطالب بهذا؟ باين الاتجاه الاستقلالي. العباره الاولى تكتب هنا. روحوا ثاني عباره، الادماج والمساواه. باين كي تشوف الادماجي فرحات عباس وجماعته كانوا يطالبوا بالادماج او الاندماج مع فرنسا. معارضه الادماج، شكون اللي عرضوا الادماج؟ الاصلاحيين. ثالثا الدفاع عن مقومات الأمة الإسلامية كاللغة والعروبة وكذا، ثاني اتجاه الإصلاحي. ديروا رابعا لهنا المطالبة بالتجنيس اتجاه الإدماجي، الدعوة لكيان جزائري مسلم. واش من الاتجاه؟ راهي باينة ليكيب الاتجاه الإصلاحي اللي طالبوا بها عبد الحميد بن باليس، البشير الإبراهيمي والرجال الإصلاحيين اللي قضوا على الفكر الصوفي في الجزائر وأرادوا توحيد الأمة تحت كلمة التوحيد والدين الخالص. نروحوا احبتي التلاميذ الى الثالث وضعيه. قال لك بما تفسر؟ بما تفسر ماذا؟ ارتكاز ثوره على او ارتكاز ثوره على الاوراس في عامها الاول، او ارتكاز ثوره في الاوراس، ما ادري قولوا هنا في الاوراس في عامها الاول.
إن من أخطر المشاريع الفرنسية على الجزائريين جاك سوستاد ومشروع قصر ديلا. لكن هنا لازم نفهم السؤال، قال لك علل ما يلي. وش معنى تعلم ما يلي؟ علم ما يلي دائما طرح سؤال لماذا، كما لهنا يوش نقول السؤال لماذا ارتكزت ثورة في عامها الأول على الأورس. وش نقول لهنا؟ شوف ليك عندك لهنا الجزائر، هاي ليك الجزائر نصمو شوية ليك حاجة مدخل على إن شاء الله البيان سهل، البيان سهل، هاي ليك لهنا الجزائر. فهم شوف عندنا المنطقة هنا يوسمها الأوراس، وعندنا باقي المناطق شمال قسنطينية القبائل الجزائر العاصمة، هاي ليك له الجزائر العاصمة وضواحيها، وهنا الغرب الجزائري. وش نقولوا علاش نقولوا الثورة ارتكزت في البداية على الأوراس؟ يعني الأوراس هي كانت نقطة القوة بالنسبة للثورة التحريرية. علاش؟ شوف أول حاجة على الحدود تاعها واش كاين؟ الاتصال مع تونس وليبيا، يعني لجمع السلاح والأدوية وما إلى ذلك. زين نروح نشوفوا الآن، عندها اتصال مع شمال قسنطيني مع منطقة القبائل، شمال قسنطيني القبائل الجزائر العاصمة وضواحيها، وحتى مع منطقة الغرب الجزائري. وش نقول؟ سهولة تواصل قياداتها مع بقية المناطق الأربعة، هي شمال قسنطيني القبائل الجزائر العاصمة وضواحيها والغرب الجزائري. زين الأوراس هذه واش فيها؟ فيها الجبل بزاف. الجبل شكون تساعد؟ تساعدنا حنا الجزائريين نقدروا نضربوا، نقدروا نهربوا، نقدروا نتخبى، ونعرفوا يعني مليح الجبل مقارنة مع الفرنسيين. واش نقولوا لهذه كيف ارتكاز الثورة في الأوراس في عامها الأول؟ يعود ذلك لعدة أسباب. وشنو هي هذه الأسباب؟ نقولوا كثرة الجبال بالأوراس، وهذا مساعد للجزائريين حتى يتفوقوا على الجنود الفرنسيين. زين ثاني نقطة، توجد منافذ شرقية مؤدية إلى التواصل مع تونس وليبيا، يعني بغاية لتلقي الدعم، باش نتلقاو الدعم العسكري والمالي وكل أشكال الدعم. زيد واش نقولو ثاني؟ سهولة تواصلها مع باقي المناطق، نقولو سهولة تواصلها مع باقي المناطق، هي المنطقة الثانية الثالثة الرابعة والخامسة. لكن نروح الآن، إن من أخطر المشاريع الفرنسية على الجزائريين جاك سوستاد ومشروع قسنطينة. لازم نعرفوا في البداية واش يكون هذا مشروع جاك سوستاد واش يكون مشروع قسنطينة. شوف عندك جاك سوستاد وقسنطينة عندهم تعريف واحد، نقولوا هو مشروع ظاهره إصلاحي. شوفوا باللي فرنسا راهي تمد أراضي الجزائريين، راهي توظف الجزائريين عندها، راهي تبني لهم مساكن. نشوفوا باللي هنا فرنسا راهي تخدم في الجزائريين، ولكن الهدف تاع فرنسا هي أني نخدم الجزائريين باش يتخلاو عن الثورة التحريرية، لأن شافت الثورة تتطور. وبالتالي واش نقولوا لهنا؟ تعتبر من أخطر المشاريع الفرنسية على الجزائريين جاك سوستاد وقسنطينة، لأنها مشاريع ظاهرها إصلاحي وباطنها إغرائي، هدفها عزل الشعب عن الثورة، بحيث جبهة التحرير الوطني قامت بتوعية الشعب بخطورة تلك المشاريع. قولوا لأنها مشاريع ظاهرها كي تشوفها إصلاحي، تشوف فرنسا راهي تصلح في الجزائر تقول بلي هادو ما يحبوا الجزائريين، وباطنها إغرائي باش برك تجبد الجزائريين ليها، وهدفها القضاء على الثورة. كيفاش تقضي على الثورة؟ بعزل الشعب عنها، بعزل الشعب عنها. نقدر نقول هذه المشاريع حذرت منها جبهة التحرير الوطني. لكيف كملنا مع جزء التاريخ، يلا نتوكلوا على ربي ونروحوا لجزء الجغرافيا.
نواصل أحبتي مع جزء مادة الجغرافيا. عدنا الوضعية الأولى، اشرح المصطلحات الآتية. مدلنا الشطوط، المدى الحراري، الميزان التجاري والنزوح الريفي، وهذه أبرز مصطلحات اللي شفناها في الدروس. عدنا الشطوط، الشط هذا عبارة عن شكل من أشكال سطح الأرض واللي هو بحيرة، ولكن احنا ما نقولوش بحيرة. هذه البحيرة تجي أول شيء تجي منخفضة، الشط يجي منخفض بزاف، وثاني حاجة المياه تاع الشطوط تكون مالحة. وش نقولوا لهنايا؟ الشطوط هي منخفضات تغمرها مياه شديدة الملوحة أو مياه مالحة، مثل وشفنا في الوادي منطقة المغير عندنا شط مغير، منطقة الهضاب العليا عندنا شط الحضنة، شط الشرقي الكبير، شط الغربي الكبير وغير ذلك. عندنا كذلك المدى الحراري واللي تكرر بزاف في الشهادة. ما معنى المدى الحراري؟ هو الفرق بين أعلى درجة حرارة، شوف غير تسمع المادة تفكر كلمة الفرق، هو الفرق بين أعلى درجة حرارة وأدنى درجة حرارة في اليوم أو الشهر أو السنة. يعني عندنا مدى حراري يومي أو شهري أو سنوي، قولوا، وهو الفرق بين أعلى درجة حرارة وأدناها، وله ثلاث حالات. قل وله ثلاث حالات، وله ثلاث حالات مدى حراري يومي أو شهري أو سنوي، كما تحب تحسب. عندنا كذلك الميزان التجاري واللي شفناه في قطاع التجارة والنقل، من بين القطاعات الاقتصادية اللي درسناها. الميزان التجاري، كيفاش الدولة تقدر تخرج الميزان التجاري في نهاية السنة؟ بكل بساطة تطرح قيمة الصادرات من قيمة الواردات، وهذا الميزان التجاري عنده ثلاث حالات. إذا كانت نسبة أو قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، هنا يكون الميزان التجاري مربح. إذا كان قيمة الصادرات تساوي قيمة الواردات، هنا نقول ميزان تجاري متوازن، وإذا كانت العكس نقول ميزان تجاري خاسر. قولوا، هي الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات. شوف كي نقولوا الصادرات هي الدولة واش تبيع، الواردات واش تشري من الخارج. الصادرات والواردات خلال سنة، قل وله ثلاث حالات، مربح خاسر ومتوازن. تقدر نقولوا شهادو تحبس غير خلال سنة، كذلك تعريف صحيح. عندنا مصطلح آخر اللي يورد بزاف شهادات، النزوح الريفي. وش معنى النزوح الريفي؟ نزوح هو ما الإنسان انتقل من مكان إلى آخر. وش معنى ريفي؟ بمعنى انتقل من الريف إلى المدينة. النزوح الريفي هو الهجرة، تحب تقول الهجرة ولا تحب تقول الانتقال، كيما تحب، من الريف إلى المدن للبحث عن حياة الرفاهية. لأنه عادة اللي يهجر من الريف اللي يكون يعيش في أوضاع يعني غير لائقة، تكون الأراضي تاعو ما يقدرش يفلحها، ولا ما يكونش كاين الأمن وين يسكن نسواسوا، ولا القدرة تاعو على التنمية ما يقدرش، يعني ما تقدرش توفر له الدولة الوسائل. يعني هذا الأمر اللي يخليه يتخلى على الريف ويروح يعيش في المدينة. الوضعية الثانية، علي ما يلي. أعطاك بعض العبارات وقال لك قل لي لماذا هذه العبارة هكذا. قلة تساقط الأمطار في الجزائر كلما اتجهنا من الشرق إلى الغرب. قال لك شمال الجزائر لو شوفوا، ولا كامل الجزائر، الجزء الشرقي منها يتلقى كمية أمطار أكثر من الجزء الغربي. نقولوا لأن بيننا وبين الجزء الغربي وش يحدنا؟ المروك. بيننا وبين المغرب توجد جبال الريف المغربية، جبال الريف ولا سميوها جبال أم الربيع. هذه جبال الريف تاع
تحجب بعض السحب التي تمر نحو الجزء الغربي من الجزائر. مادام السحب ما تجوش هذا الامر يخلي الجزء الغربي ما تلقاش كميه امطار كبيره. ولو تقف جبال الريف المغربيه محاجز امام بعض السحب المحمله ببخار الماء والمتوجهة نحو الجهة الغربية من الجزائر. عند ذلك من الجزائر. روحوا أحبتي إلى ثاني عبارة. قال لك وجود السكان في مرتفعات منطقة القبائل. صح، حنا دوكا كنروحو لتيزي وزو على سبيل المثال، نبقاو نسكنو في الجبال. علاش يسكنوا في الجبال؟ هذا يعود، نقول يعود ذلك الى العامل التاريخي. ما نسوش بلي فرنسا كي دخلت الجزائر دارت سياسه مصادره الاراضي، نحات للقبائل اللي كانوا يعيشوا في المنخفضات، يعني في تقدر تقول بالقرب من المدينه وكذا، كانوا يعيشوا على اراضيهم الصالحه للزراعه. كي نحات لهم فرنسا اراضيهم باسم القانون الفرنسي الجائر والظلم وكذا، خافوا على نفوسهم. واش داروا؟ راحوا سكنوا في المرتفعات، لانه فرنسا ما كانش تطلع بزاف مرتفعات، سكنوا في مرتفعات وداروا رؤوس اموال باش يسترزقوا منها، كما اشجار الزيتون، كما تربيه المواشي، وكما رانا نشوفهم عايشين دركا. كي خلاص الاستقلال فضلوا يبقوا عايشين في تلك المناطق. واش نقولوا له كيف وجود السكان في مرتفعات منطقه القبائل؟ نقولوا وهذا يعود الى العامل التاريخي المتحكم في توزيع السكان. بحيث اشرح اشرح كيما تكون فاهم اشرح. بحيث انتقلوا الى المرتفعات والاستقرار بها احتماء من من؟ من خطر الاستدمار الفرنسي. احبتي التلاميذ بقات لنا اخر عباره ونكملوا. ارانا نشوفوا باللي الاسئله تاع البيان تكون كما هذه الاسئله، ومادام هذه الاسئله سهله البيان كيفاش راح يكون؟ باين باللي راح يكون سهل. ضربت بالك على حاجه ما تخلعك. عجز الجزائر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي. واش معنى الاكتفاء الذاتي؟ قال لك باللي الجزائر هذه ما تقدرش تلبي للشعب الاحتياجات من الاغذيه دون الاستيراد من الخارج، لانه الاكتفاء الذاتي واش هو التعريف تاعو؟ هي قدره الدوله على تلبيه حاجيات شعبها من الغذاء دون اللجوء الى الاستيراد. وحنا شفنا باللي يستوردوا المواد الغذائيه بمختلف انواعها وعلى راسها القمح، وبالتالي مادام نستوردوا ما حقناش الاكتفاء الذاتي. قال لك علاش؟ واش نقولوا له هنا؟ هذا العجز يعود الى ماذا؟ نقطتين، تذبذب الامطار الذي ادى الى تذبذب الانتاج. كما رانا نشوفوا هذا العام ما كانش امطار بزاف، القمح ما طلعش. روحوا شوفوا كذلك عامل اخر اللي ما خلاناش نحقوا الاكتفاء الذاتي. واش نقولوا تان؟ ووجود ماذا؟ وسائل تقليديه، يعني الوسائل الفلاحيه اللي عندنا تقليديه، وضعف التكنولوجيا نقدر نزيد وغياب اليد العامله المؤهله. صح، هنا المجتمع تاعنا مجتمع فتي فيه الشباب بزاف، ولكن اللي راحوا يخدموا في المجال الفلاحي ما راهمش يد عامله مؤهله، ما راحوش قراو في المعاهد
باش يخدموا في المجال الفلاحي. احبتي تلاميذ، كان معكم الاستاذ قسوم لمادة التاريخ والجغرافيا. شفنا باللي كل ساهل ورانا رايحين بكل قوة البيان 2023. خلي لنا تعليقاتكم اسفل هذا الفيديو وبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل بزاف تلاميذ. نلتقي ان شاء الله مع فيديوهات اخرى، والسلام عليكم.